السلام عليكم يا شباب. النهاردة في محاضرة النهاردة هنتكلم عن الـ Drilling Engineering. المفروض ان احنا نكون عارفين ان الـ Petroleum Engineering او كـ Petroleum Engineers احنا بنشتغل في حاجات مختلفة، ولكن اساسا هما ثلاث حاجات بنشتغل فيهم كـ Petroleum Engineers. الـ Drilling Engineering وهي هندسة الحفر، دي تخصص من التخصصات اللي عليها إقبال جدا في هندسة البترول، وده نظرا لأن إن هي تقريبا بتكون أعلى سالري في الناس، ولكن هو كتخصص يعني هو ممتع جدا بعيدا عن الحاجات دي، وفي ناس بتحب جدا الدريلينج انجينيرينج والريسكس والتشالنجز اللي بتقابلها كإنجينير وانت في التخصص بتاع هندسة الحفر. وفي عندنا الـ Production Engineering، وده بيكون معني احنا بنقول الـ Drilling Engineer معني بأن هو يحفر البير لحد ما نوصل للطبقة اللي احنا عاوزينها. الـ Production Engineer معني بأن احنا ننتج من البير بأحسن صورة ونطول عمر الـ الطريقة اللي بننتج بيها البير، وهنفهم أكتر في المحاضرة بتاع الـ Production Engineering. والتخصص الثالث وهو الـ Reservoir Engineering، وده التخصص اللي معني بإن احنا نقدر نطلع أكبر كمية ممكنة من الزيت والغاز بأقل تكلفة، وهي عملية optimization في الريسيرفوار engineering. وطبعا كل تخصص منهم فيه جوانب كتيرة جدا. احنا النهاردة هنتكلم عن drilling engineering، وهنحاول على قد ما نقدر نغطي الفكرة العامة حوالين هندسة الحفر. لو جينا بنتكلم ان احنا عندنا طبعا فاهمين قد ايه البتروليوم هو انرجي سورس مغطي كل حاجة، ترانسبورتيشن كل حاجة تقريبا. هو في الغالب احنا يعني ما احناش كده فجأة بنخبط في حفرة فبنلاقي زيت، لا اكشلي الموضوع كبير وفي ساينس كبير جدا. وطبعا كل التوبكس اللي قدامنا دي توبكس نقعد ناخد فيها ايام ان احنا نشرح ايه هي الحاجات دي، ولكن احنا عايزين على قد ما نقدر نفهم ايه هي هندسة الحفر، ونبص كده والريك سايت ويعني ايه بريمة ويعني ايه ارتفيشال ليفت. بس طبعا مش هنتكلم عن النهاردة، هنتكلم عن هندسة الحفر. اللي قدامنا دي حاجة اسمها ارتفيشال ليفت، طريقة بنرفع بيها الزيت لما بتكون الابار متقدمة. طيب احنا دلوقتي قدام حاجة اسمها ويل لوكيشن. يعني ايه؟ ده المكان اللي احنا بنجيب فيه بريمة علشان تحفر لنا البير اللي احنا عايزينه. واحدة بقى واحدة علشان نفهم المسميات. البريمة هي الحاجة اللي قدامنا دي، ودي كل الحاجات الكومبوننتس اللي موجودة مع البريمة بالستاف بتاعها بالحاجات دي كلها، ودي احنا بنأجرها كشركة معينة عندها أرض بتدور فيها على زيت أو غاز. بنبدأ نعمل ايه؟ بنجيب البريمة دي تحفر لنا ويل معين، بير معين. مفيش حاجة اسمها اكتشفنا بير، في حاجة اسمها حفرنا بير فاكتشفنا خزان زيت، خزان ريزرفوار. فاحنا دلوقتي بنجيب البريمة اللي هي الحاجة اللي قدامنا دي بالكومبوننتس بتاعتها بنأجرها اليوم بتاعها مثلا $30,000 او whatever، ده بأسعار النهاردة. وبتيجي بالكرو بتاعها بتأجرها بكل الحاجات بتاعتها بالباور سيستم بكل الكلام ده، وبتيجي هنا على لوكيشن معين الجيولوجيين ومهندسين الريزرفوار والحاجات دي بيكونوا محددينه، وبتيجي ان انت عايز توصل لحتة معينة تحت طبقات الارض بتكون حاملة للزيت او للغاز. مهندس الحفر وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يدير البريمة بالكرو بتاعها علشان يقدر يحفر الويل ده سيفلي وبأقل كوست as planned we according to طبعا ال engineering plan ك drilling engineer. طيب دي الريج components طبعا تفاصيلها كتير هنتكلم عنها. احنا بنتكلم ان هنا ده طين حفر وcomponents بقى وشيل شيكر، هنتكلم عن الحاجات دي كلها، ولكن ناخد بس نظرة عن البريمة شكلها بيكون عامل ازاي. ودي البريمة اللي تيجي تحفر الويل اللي احنا منه بنوصل تحت طبقات الارض للطبقة الحاملة للزيت او للغاز، ومنها بنقدر ايه ننتج البترول. ممكن البريمة تيجي تحفر بير وتنزل عند الطبقة ما تلاقيش لا زيت ولا غاز، وساعتها بنسميه dry well، يعني بير ما لقيناش فيه اي هيدروكربون.
فده منظر الريك سايت زي ما احنا شايفين الاوبريشن ماشي ازاي. طبعا على الريك سايت اهم حاجه السيفتي، لان انت شايف في كومبوننتس كتيره جدا وفي ريسكس عاليه جدا وبتبقى الحوادث ممكن تكون قاتله. طيب احنا كده بنبدا نبقى فاميليار شويه بشكل الريك سايت. طبعا في تفاصيل كتير جدا لو انا دخلت فيها احنا هنتوه، ولكن على قد ما نقدر عايزين من الفيديو ده نطلع بحاجه بسيطه، وهي ايه هو البير، ايه هو الريسيرفوار، ايه هو البريمه ذات نفسها. البريمه دي بتتحرك، يعني البريمه دي خلصت هنا بتبدا ان هي تروح مكان تاني وتحفر بير تاني ويعملوا لها حاجه اسمها ريك داون، يبدا بقى يشيل الحاجات دي كلها وينقلوها ويشدوها والكلام ده لحد ما توصل على مكان تاني يعملوا لها ريج اب تاني وهكذا. فبريمه يعني ريج. طيب احنا بقى بنقول ايه دلوقتي؟ البريمه دي بتيجي تعمل ايه؟ بتحفر في الارض، صح ولا لا؟ بيبقى في هنا حاجه اسمها اول حاجه بنشوفها، طبعا احنا مش هنتكلم ايه السيكونس وايه بيحصل قبل ايه، لا احنا من المظهر كده ايه اللي احنا شايفينه. ده حاجه اسمها البي او بي، البلو اوت بريفنتر. ده بيمنع ان انا لو عندي ضغوط عاليه من الطبقات اللي تحت انها تفجر الدنيا والبير بقى والكلام ده كله. هنا بقى عندنا حاجه اسمها السيلر داخلين في الكوندكتور وهكذا. لو ركزنا ان احنا عندنا بنبدا نحفر اهو في طبقات الايه، في طبقات الارض باستخدام طبعا البريمه والكومبوننتس بتاعه الحفر. طب ايه اللي بيحصل؟ البي او بي ده طبعا زي ما قلنا هو علشان نمنع حدوث الانفجارات. طب ايه اللي بيحصل جوه؟ ان احنا بيكون عندنا حاجه اسمها الدقاق، البات. الدقاق ده هنشرحه بالتفصيل قدام، ولكن هو زي حاجة مدورة مليانة أسنان، الأسنان دي بتقدر إن هي تكسر طبقات الأرض. طبعا إحنا اللي عاملين الهول اللي قدامنا دي كان فيه دقاق أكبر من ده حجمه كده، نزل قعد يلف 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 يلف، كان بيكسر الصخور وقمنا حافرين كل ده. طب الدقاق ده بنربطه بإيه؟ بنربطه في حاجات كده اسمها دريل كولرز وبعدها دريل بايبس وتفاصيل كتير. دريل كولرز دي تقيلة علشان تدوس على الدقاق ده ان هو وهو بيلف يقدر يكسر الصخور، والدريل بايبس دي بنقعد نزودها نزودها عشان نوصل لأعماق كتير كتير كتير، نقعد نحفر نحفر بنقابل طبقات مية، طبقات المية دي بتكون بتدينا بيجيلنا زي راجع وهكذا. بنقابل بيبقى فيه هنشرح قدام ان احنا بعد ما بنحفر الحفرة بنوصل لدبث معين، الهول دي بيكون ليها دايمتر صح، بننزل ماسوره اسمها الكيسنج. كيسنج المواسير دي بقى ليها اغراض كتير عشان ان انا امنع الهول كولابس، الهول ما تقعش عليا وانا نازل احفر زي ما انتم شايفين الهول اللي بعديها. فاحنا بنقسم البير بتاعنا لسكاشن، سكشنز معينه، بحفر سكشن كبير بعد كده سكشن اصغر بعد كده سكشن اصغر علشان ما يحصليش بقى ايه، ما يحصليش في مشاكل طبعا في الحفر كتير هنتطرق ليها قدام، بس مش عاوزين نخش في تفاصيل، عايزين نفهم الكونسبت. فهنا هو خلاص حفرنا هول كبيرة، حطينا زي ماسورة كده اسمها الكيسنج، وقمنا حاطين حواليها اسمنت. ليه؟ علشان يمسك الكيسنج في الطبقات، وكمان علشان يمنع مثلا ان المية دي ما تطلعش، صح ولا لا؟ انا مش عايز المية دي تطلع لي عندي في البير بتاعي واكمل حفر. ده شكل الدقاق، الدقاق ده مثلا ترايكون بيت، ده بيقعد يكسر في الطبقات، هوب بنكسر 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 ونزود. طبعا احنا ازاي بننزل كده؟ ان احنا بنحط مواسير فوق مواسير، وصلنا حفرنا مثلا 30 قدم نقوم حاطين ماسوره ثانيه وننزل نحفر 30 قدم، وهنشوف فيديو يوضح لنا الموضوع ده. بس احنا بنقعد نحفر 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 زي ما احنا ايه شايفين، لحد ما نوصل لفين؟ شايفين شكل الطبقات؟ لحد ما نوصل للطبقة اللي ممكن يكون فيها زيت أو غاز، بنعمل حاجة اسمها لوجينج، وايرلاين لوجينج. بننزل نشوف الإيه، إحنا بقى الدبسات اللي عندنا شكلها عامل إزاي، وهل في زيت ولا غاز ولا ولا ولا، ومن هنا بنقدر نعرف ان احنا مثلا عندنا هيدروكربون في الطبقة دي اللي هي من الدبس الفلاني للدبس الفلاني. طبعا في حاجة اسمها الجاما راي، مش عايزين نخش في تفاصيل، ولكن باللوجينج ده بنبدأ نعرف دبث كورليشن. يعني ايه؟ هل احنا شايفين اللي تحت الارض؟ لا. فبيكون لينا حاجة اسمها
زي رسومات. الرسومات دي لما بنشوف البيكا دي اعرف ان انا دلوقتي عند اللي هو العمق 8700 قدم، علشان لما اجي للخطوه اللي جايه ابقى عارف انا هنتج من انهي ايه طبقه. طلعنا باللوجينج تول، عرفنا خصائص الطبقه اللي انا هنتج منها. نبدا بقى في موضوع الكيسنج اللي كنا بنتكلم فيه، دي كده اسمها اوبن هول. اوبن هول باجي انزل لها الكيسنج، فبتبقى ساعتها ايه كيسد هول. البايب اللي هي الكيسنج دي نزلت، بنيجي من جواها دي وهي شكلها وهي مفرغه، نبدا عشان نحافظ عليها ونمسك زي ما قلنا الطبقات ونخليها هانجد مع الوولز بتاعت الويل، نحط الكيسنج بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده. طبعا هنا ده الشو علشان يمنع ان الاسمنت يرجع تاني، مش هنخش في تفاصيل، ولكن احنا فهمنا كده شكل الاسمنت وشكل الهول، فبقى دي اسمها كيسد هول. بيبدأ الناس بقى خلاص عرفنا ان دي الطبقة اللي هننتج منها، فبنلود حاجة اسمها مثلا تي سي بي ولا وات ايفر اللي هو جن. الجن ده فيه بيرفوريشنز اللي هي البوليتس او الطلقات اللي هنخرم بيها الطبقة اللي هنبدأ ايه ننتج منها. احنا قلنا يعني ايه بننزل، عرفنا احنا ان احنا عند الدبس الفلاني، هوب بنبدأ نعدل، احنا كده مظبوطين بالظبط، فنفجر الكتريك تشارج، فجر خلاص خرمنا الطبقة بقت بيرفوريتد. المفروض ان احنا لو عندنا طبقة قوية جدا يحصل ايه؟ يحصل ان الزيت او الجاز على طول اول ما تعمل البرفوريشنز يبدأ بقى الانتاج ايه على طول، ومن هنا بنعمل الايه بنبدأ الانتاج. لما بيكون في حاجة اسمها بقى خزان مثلا او شكل الطبقة ضيقة او تايت ريزرفوار او محتاجة ان احنا نعمل لها فتحات اكتر، بنقول عاملين حاجة اسمها هيدروليك فراك. طبعا دي تفاصيل مش عايزين نركز عليها دلوقتي، ومن هنا ان احنا بنبدأ نعمل فتحات اكتر واكتر ونكسر في الطبقة علشان ان احنا ايه ننتج منها اكتر، ومن هنا بيبدأ بقى الزيت والغاز بتوعنا ان هما يجوا من الطبقة يخشوا في الكيسد هول ويبدأوا يطلعوا لنا على الانتاج. كده احنا فهمنا التارجت بتاع الدريلنج انجينيرينج والسكاشن. عندنا مثلا بنعمل كذا سكاشن من الحفر، نحفر هول اوسع بعد كده اضيق واحنا نازلين وهكذا، وده اللي بيتبقى لنا على السيرفيس. البريمه مشيت والكرو مشي وكل السيت اب مشي، عمل تريك داون ومشيت، وما بيتبقى لناش غير الكريسماس تري والويل هيد اللي هي فوق على السيرفيس. فاحنا ما بنشوفش الا ده فوق على السيرفيس، وبيبدأ بقى منها الانتاج بقى ونفصل الزيت عن الغاز و و و وهكذا. بس كده شكل بقى الفيلد بيكون عامل ازاي. الفيلد بيكون مليان ابار، مش بير واحد، 200 و300 بير عادي و50 بير واريات 10 ابار، وهو هي البريمة راحت للوكيشن تاني هتحفر فيه بير زي الابار دي. ممكن زي ما قلنا يبقى البير ممكن ننزل في طبقة ما نلاقيش لا زيت ولا غاز وما نلاقيش ريزرفوار عامة، وهكذا فهمنا الفرق بين الريزرفوار بالفيلد. طيب علشان نشوف فيديو كده يفهمنا الكونكشن اللي كنا بنقول عليه. هو الدريلينج او الحفر بيبدأ من امتى؟ الحفر بعد ما الناس بتوع الاستكشاف بقى والجيوفيزيست والناس بيقولوا ان احنا والله ده احنا عندنا شكل طبقات معين تحت الارض احتمال يكون
فيها زيت، الناس كلها بتقعد بيتفقوا على المكان بتاع البير، بيحددوا لنا المكان فوق الأرض والمكان اللي احنا عايزين نوصل له تحت الأرض، بيخلصوا لنا بقى كل البيرميتس والورق اللي احنا محتاجينه عشان يبقى مصرح لينا ان احنا نبدأ الايه، نبدأ الحفر. كده بدأنا الحفر. كان تاريخ يعني أول بير اتحفر سنة 1859 في بنسلفانيا بتاع إدوين دريك. طيب زمان كان في طريقة للحفر وهي اسمها الكيبل تول دريلينج، مش طريقة إن احنا نتكلم عنها إن هي معروفة يعني في الحفر، ولكن هي كانت بطريقة الإيه؟ ان هو بيدق بالدقاق على الارض بحيث ان هو يعمل بانشنج في الارض ويعمل بيها هول لحد ما يوصل للدبث اللي هو ايه اللي عايزه. وطبعا انت لما بتكسر في حاجه بيبقى فيه رايش او كاتنجز، بتطلعها ازاي، حاجه اسمها بيلر او وات ايفر. انا لقيت فيديو يشرح شكل الطريقه ازاي. بتعمل الهول بتاعتنا. طبعا اللي بيستخدم دلوقتي مش طبعا ولا نسمع عنه اللي هو الكيبل تول دريلينج، ولكن عندنا بنستخدم اللي هو الروتري دريلينج. وزي ما احنا شفنا في الفيديو روتري دريلينج بنستخدم شارب روتيتنج دريلينج بيت اللي هو الدقاق علشان نحفر الارض، وطبعا احنا بنستخدم الدريل بايبس اللي قلنا عليها عشان نخلي الهول ديبر، وبنعمل لهم كونكشن زي ما احنا شفنا. بنقعد بقى خلاص يبقى احنا هنا 30 قدم، هوب وصلنا ان احنا حفرنا 30 قدم، نقوم مركبين ماسوره ثانيه وننزل ونلف نلف نكسر، بعد كده ننزل بماسوره ثالثه رابعه خمسه 200 300 ماسوره لحد ما نوصل للدبث اللي احنا عايزينه. طبعا الدريلنج ريجز دي مش بتبقى ثابته في مكانها زي ما قلنا، ان احنا بنروح ننقلها من مكان لمكان لمكان على حسب الايه الدريلنج سايت اللي هي راح تحفر بير فيه. احنا عندنا طبعا في الاوف شور في البحر بيبقى فيه برضو دريلنج ريجز، بيبقى لو احنا مثلا بنتكلم مش عايزين بقى نخش في تفاصيل شالو وديب وكده، ولكن احنا بيبقى عندنا مثلا الجاك اب دي بتتحرك بتروح من لوكيشن للتاني، دي بتعوم بيرفعوا الرجلين بتاعه البريمه لفوق، فبتبدا دي توصل ان هي تبقى على سطح الميه تعوم، وبعد كده تيجي حاجه ايه تزقها لحد ما تروح للوكيشن تاني تحفر فيه، هي دي اللي بتطلع وتنزل تتحرك على الايه الجاكات وهكذا. طبعا في منها ما بيتحركش، وفي موضوع اللي هو البلاتفورمز وهكذا في البحر، بس الاغلب ان احنا بيكون عندنا البريمه بتبقى بنأجرها لمكان معين ان احنا بنحفر بيها ايه بير معين. الريك كومبوننتس اللي هنتكلم عنها هنا، ولكن هو في كذا حاجه سيستم تاني، هنتكلم عن الباور سيستم في البريمه، الهويستنج سيستم، الروتيتنج سيستم، وفي السيركيوليشن سيستم والويل كنترول وهكذا، ولكن دي الحاجات اللي احنا هنتكلم هنذكرها يعني هنمنشن ليها الهندسه الحفر. الباور سيستم بقى دي الانرجي اللي موجوده على الريك سايد زي ما احنا عايزين نجيب في الفيديو بتاعنا ده، نشوف شكل الريك سايد اصلا عامل ازاي. شكل الريك سايد زي ما احنا شايفين، انت ممكن تكون في صحراء، ممكن تكون في منطقه، فانت هتجيب طاقه او انرجي منين؟ ففي الغالب بتكون من الباور سيستم اللي هو في الغالب هو الحته دي، بتكون الايه الديزل انجنز، بتديك بقى ايه الباور اللي جايه من الالكتريك جنريتورز اللي بتسبورت كل الانرجي اللي انت محتاجها على الريك سايت. فده شكل الريك سايت اللي احنا بنتكلم عليه. احنا بنتكلم دلوقتي على الكومبوننتس بتاعه الريك اللي هو شغل مهندس الحفر، بيكون فين؟ بيكون على البريمة على الرج دي، بس كده. ده الباور سيستم.
بقى الهويستنج سيستم، الحاجات احنا دلوقتي مش كنا زي ما احنا شفنا في الفيديو التاني الناس وهي بتربط المواسير، طب هي كان الراجل عمال يطلع وينزل وكده، ده كله بالهويستنج سيستم. بيبقى في حاجة اسمها ال draw works، هي ممكن اهي دي اسمها ال draw works، وكل الايه الاحبال بقى والحاجات دي كلها اللي احنا بننقل الموفمنت بتاعه الدريلنج اسمبلي على البريمه. من غير ما نصعب الموضوع على نفسنا، هي باختصار ان احنا بنقدر نرفع وننزل الدريل بايب والكومبوننتس بتاعه الحفر واحنا على الريج فلور اللي قدامنا ده، ان احنا اهو الهويستنج سيستم دي الاحبال والوركس والبريكس والحاجات دي كلها اللي احنا بنقدر ان احنا نخلي الحاجه اللي شايله المواسير دي تطلع فوق وتنزل وتبقى شايله كل الاحمال دي على الايه البريمه والحاجات دي كلها. طب المين كومبوننتس بتاعت الهويستنج سيستم حاجه اسمها الديريك او الماست، وده اللي هو الهيكل اللي قدامنا، ده الهيكل ده هو الدريلنج او الماست، هو ده الهيكل اللي احنا شايفينه الابيض ده، ده ذات نفسه ده اللي بيسبورت، ده اللي ماسك، ده الحمل متشال معظمه عليه. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها الترافلنج بلوك، وحاجه اسمها الكراون بلوك. عندنا حاجه اسمها الدريلنج لاين، وده اللي بنطوله او نقصره علشان نطلع او ننزل بيه الدريلنج اسمبلي، والدرو وركس وهكذا، وفي تفاصيل طبعا اكتر بكتير. وهو الديريك طبعا هو الستيل تاور اللي احنا اتكلمنا عليه، وهو ده اللي بيسبورت الترافلنج بلوك، والدريل سترينج هو اللي بيكون مينلي هو اللي شايلهم. الدرو وركس دي الماشينري اللي موجوده هنا اللي فيها بقى الاحبال والبريكس والحاجات دي كلها اللي بنبدا نتحكم فيها في بالدريلنج لاين بتاعنا اللي هو ده، علشان نخلي الترافلنج بلوك اللي شايله الحاجات تطلع وايه وتنزل زي ما احنا عاوزين. والكراون والترافلنج بلوك دول شويه بوليس كده علشان زي ما بنقول ان احنا نخليه الروبس تطلع او تنزل. نتكلم على احنا كده مين لي باختصار اتكلمنا عن الهويستنج سيستم اللي احنا معلقين فيه الحاجه بتاعتنا. نتكلم على سيستم تاني على البريمه وهو الروتيتنج سيستم. السيستم اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو مين لي ما بقاش تقريبا موجود في الصناعه عندنا خالص، بقى في حاجه تانية بتعوض عن معظم الكلام ده، وهي حاجه اسمها التوب درايف، وهي موتور بيلفف بقى ويعمل لنا كل اللي احنا عايزينه، ولكن ده النظام المستخدم قديما واللي هو بنأتشيف بيه الروتيشن بتاعة الاسمبلي. طب احنا عايزين الروتيشن ليه؟ لان زي ما احنا قلنا الحفار او البت اللي موجودة دي احنا عايزينها تقعد تلف في الارض عشان تبدأ تكحت وتكسر في الصخور، وندوس عليها باوزان علشان ان احنا نكسر الصخور قوي، وبالتالي احنا برضو عايزين نعمل روتيشن للبت. البارتس اللي موجودة السويفل، هنشوف ايه السويفل دي في السلايد اللي جاية، الكيلي، الروتري درايف او البوشنج، الروتري تيبل، الروتري تيبل دي اللي قدامنا اللي هي الروتري تيبل اللي بتلف، الدريل بايب ودي اللي احنا اتكلمنا عليها، والدريل كولرز دي اللي هي الحاجات اللي بيبقى وزنها تقيل، البايبس اللي وزنها تقيل اللي بتكون فوق الدريل بيت علشان تديني حاجة اسمها ويت اون بيت، او ان انا ادوس على الدقاق علشان اقعد اكسر في الطبقات. هنفهم اكتر مع الفيديوز وهكذا. السويفل دي مينلي هي حاجة بتخليني اقدر ان انا وانا شايل، مش احنا كنا بنتكلم ان احنا عندنا هويستنج سيستم، هل منطقي وطبيعي ان انا الحاجات دي بتبقى فوق على يعني الكراون بلوك دي، الكراون بلوك دي مكانها فين؟ هنا كده، دي الكراون بلوك بتبقى مثلا هنا، والاحبال نازله لفه على الترافلنج بلوك، هل منطقي وانا بلفف هنا ان الحاجات دي ينفع تلف؟ لا، ما ينفعش تلف. وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بيكون عندنا حاجه اسمها سويفل، سويفل دي اللي فوقيها ما يلفش واللي تحتيها يلف، وكمان بيكون فيها مدخل كده علشان ادخل حاجه اسمها سائل الحفر، هنفهم ايه هو بعدين، بس مينلي ده الغرض بتاع السويفل. فهي وبرده هي بتسمح بالايه ان درلينج سترينج ان هو ايه يلف من تحتيها.
الكيلي ده بقى اول سيكشن في البايب تحت السويفل، وبيبقى اتاتش بقى، هو شكله هيكساجونال كده علشان يبقى ليه هنا خلوص يبقى نازل فيه، وان انت بتسهل عملية الدوران وهكذا. مش عايزين نخش في تفاصيل كتيرة احنا في غنى عنها، ولكن ده شكل الكيلي اسمبلي. ان انت يعني انت مثلا هنا ده المكان اللي انت بتحط جواه البايب الكيلي، بتنزل في حاجة اسمها كيلي سيفر سب، بتخش جوه الكيلي درايف بوشنج، اللي هو كله بيلف بقى، كل واحدة نازلة في اللي تحتيها علشان الروتري تيبل لما بتلف بتلف في الكلام ده، ونبدأ نبقى حققنا الروتيشن بتاع الايه بتاع الاسمبلي، علشان لما الـ الشرح علشان لما البت دي، البت طبعا بتكون مقلوبة، وبنبدأ ان احنا كأننا بنكحت الصخور او بنبدأ التكسير ونحفر الطبقات. الروتري drilling bits usually are classified according to their design as. عندنا الدراج bits، ودي بتبقى fixed cutter blades زي ما انت شايف شكلها كده، بيكون ان هي شكلها ما بيتغيرش، بنبدأ ننزل نكحت في الصخور بيها وبتكون قوية. والرولينج كاتر بيتس، وبتبقى يعني اشهر حاجه، وهو الترايكون بيت، وده زي ما انت شايف بتكون ليه اسنان اذا كان انسرت او واتيفر، بتبدا ان هي تلف وبتتكسر. عشان نبقى حاجه جدا مهم نعرفها، ان البيتس دي بيكون ليها فتحات كده من هنا علشان سائل الحفر هيعدي منها، وهنفهم ايه هو سائل الحفر وايه هي القصه دي. ده الروتيتنج سيستم. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن السيركيوليشن سيستم بالراحة كده. علشان نفهم القصة دي تعالوا ان احنا نركز في السلايد دي ونشرح اللي بيحصل اصلا. طيب ده شكل زي ما اتكلمنا الكيلي بقى والكلام ده، الكيلي جواها الدريل بايب، دي الدريل بايب اهو، وهنا الدريل كولرز التقيلة. اتمنى ان احنا نكون شايفين، احنا هنعمل زوم يا هنعمل ليزر. فدي الدريل كولرز اللي هي بتحط وزن على البت اللي هو الدقاق. الدقاق ده عملنا اتكلمنا على الروتري سيستم اللي بيخلي الليله دي كلها تلف، فالدريل بايبس تلف والدريل كولرز عامل وزن، هوب البت تقعد تحفر فين؟ في الهول بتاعتنا، ونبدا نكسر في الطبقه ونوصل اللي احنا عايزينه. بنستخدم حاجه اسمها دريلينج مود. دريلينج مود ده ليه مميزات كتيره جدا. مميزات الدريلينج فلويد مهمة جدا، وهنقول ليه أصلا اسمه دريلينج مود. وهو المد ده مثلا من اللي حركة المد ده، إن هو بيخش من جوه الدريل بايب، بيخش يعدي من البت ويطلع من الأنيولس، ده اسمه الأنيولس اللي هو حوالين المواسير وعند الهول. خلينا نعمل زوم أحسن. ويبدأ الدريلينج مود ده بقى الحاجات اللي انت كسرتها من مميزاته، بيبدأ هو يرفعها، بيعمل ليفت للكاتنج. انت اللي بيحصل في الاسمبلي بتاعك ده ان هو بيسخن جدا، المد بيبدأ يبرده، مميزاته كتير جدا. وجيل سترينس وهكذا، بيبدأ ان هو يلفت الكاتنجز، بيلفت الكاتنجز. يبقى احنا بنتكلم ان احنا عندنا طين الحفر ده طالع ومعاه الحاجات اللي انت كسرتها، وطبعا انت بتبقى عارف انت عند العمق الفلاني، فبتبقى عارف الطبقه الجيولوجيه دي المفروض بقى بتبدا الكاتنجز دي تعرف انت فين. الكاتنجز دي ليها مسار، المسار المد ريتيرن ده بيخش على حاجه اسمها، نركز بقى، شيل شيكر، بعد كده بقى ديسيلتر وديساندر، وبتنضف الطين بتاع الحفر بتاعك، وبتاخد الكاتنجز دي ترميها، وبتبدا ان انت بقى تعديه في بت اللي هو تنكات، والتنكات الطين ده بقى بتروح بيها على التنكات دي بتروح على كيميكال تانك تاني، لو هتضيف اي اديتيفز تنضف بيها الطين الحفر بتاعك او ان انت تحسن عليه حاجه، بتخش على تانك اسمه السكشن تانك، بعد كده السكشن لاين، بعد كده تروح المد بامبس بقى بتسحب من السكشن لاين وترجع تنجكت تاني فين؟ في البير. فده اسمه السيركيوليشن سيستم. طين الحفرة اهو بيخش يمشي في دايرة مقفولة اهو، ماشي كده، يخش على الشيل شيكر تنضف كل الكاتنجز اللي موجودة، بعد كده طين الحفر يخش على شوية حاجات كده تطلع منه أي شوائب أو حاجات أنا مش عاوزها، بعد كده ان انا اخزن الطين حفر اللي انا عايزه، اميكس لو عايز اميكس حاجات، اخش على السكشن تانك، اسحب تاني بالبمب، انجكت تاني في حاجة اسمها الروتري هوز وهكذا. فهمنا الفكرة العامة، خلينا نمشي فيها بالتفصيل.
بنقول ان الدويلنج فلويدز دي هي السسبنشن ميثود، هي السسبنشن بتاع الكلي واذر مينرالز في الميه، بنسميه دريلنج مود. والميزه الاساسيه ان احنا بنريموف بيها الكاتنجز وبنحافظ على التمبرتشر بتاعه الاسمبلي بتاع الحفر بتاعنا. عندنا الحاجات الاساسيه، الكومبوننتس الاساسيه زي ما قلنا، البمبات، المضخات اللي احنا بنضخ بيها المض تاني في الهول بتاعتنا. عندنا المض بيتس اللي احنا بنخزن فيها المض بتاعنا، المض ميكسنج اكويبمنت، والكونتامينانتس ريموفال اكويبمنت اللي هي دي سيلتر دي ساندر. هنعرف الكلام ده مع الوقت، بس مين اللي خلينا نفهم ان احنا كده الحفر عندنا، احنا اتكلمنا على كام سيستم؟ اتكلمنا عن الهويست الباور سيستم، ده خلاص عشان نولد الانرجي بتاعتنا، الهويستنج سيستم اللي بنرفع بيه الحاجه وننزلها ونطلعها، الروتيتنج سيستم اللي بنلفف بيه الدريل بايب، والسيركيوليشن سيستم اللي هو المض اللي احنا بنقعد نستخدمه علشان نلفت الكاتنجز ونكول ونعمل حاجات كتيره جدا هنعرفها قدام في الحفر. فمن اللي زي ما قلنا التنكات، البمبات بتسحب تاخد على حاجه اسمها ستاند بايب، تودي على روتري هوس كده رابر بيتحرك يحقن فين؟ في السويفل. فاكرين السويفل اللي كان تحتيها يلف وفوقيها الحاجات اللي ما ينفعش ان انا اخليها تلف، وبعد كده ينزل ياخد السكاشن دي كلها. طبعا في حاجة اسمها هيدروستاتيك هيد، المض ده بيعمله بس مش هنخش في تفاصيل. ويبدأ المض يطلع من الانيولاس، يروح تاني على الشيل شيكر يتنظف من الكاتنجز. الشيل شيكر ده سكرينات كده، زي سميها زي منخل بقى، صغير جدا جدا، بيخلي طين الحفر بس هو اللي يعدي والكاتنجز ما تعديش، وهكذا لحد ما نرجع للسكشن تانك زي ما قلنا. وبكده نكون ادينا ملخص سريع عن هندسة الحفر. طبعا التفاصيل كتيرة والساينس بتاع drilling engineering ده اصلا ما بيخلصش، وهو ممتع جدا، وفي ناس كتير جدا بيهوا هندسة الحفر وبيكونوا متميزين فيها. واتمنى ان يكون الملخص اللي اتقال عن هندسة الحفر ده مفيد لمعظمكم.